الآن يا أخوان صلوا على النبي جميعا، قولوا الحمد لله كما عودناكم في كل ثلاثة يا أخوان لقاء. فلقانا هذه الليلة يا أخوان مع شيخنا وحبيبنا وفيصل الحفيتي، فليتفضل مشكورا. أسعد الله مساءكم يا أخوان. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. قلوا أمين. أخي دوروا لك أنت أحمر معنا. إخواني وأحبابي، كما تعلمون مثل هذه اللقاءات وهذه الجلسات التي يذكر فيها رب الأرض والسماوات جل جلاله، كما هي محبوبة عند المؤمنين محبوبة عند الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام. مثل أنت ما جيت من بيتك من مسافة بعيدة تبي الأجر، الملائكة جو من مشارق الأرض ومغاربها وربما من السماوات ليسمعوا ذكر الله جل جلاله، لأن المجالس هذه عظيمة عند الله تعالى، والذي جعلها عظيمة ذكره وكون هذه المجالس معطرة به جل جلاله وبذكره. المجالس أجساد، إذا دخل في هذه الأجساد أرواح زكت، فكونك تجلس فتذكر الله جل جلاله ويكون في هذا المجلس روح، وكونك تجلس يعطيك الله جل جلاله من جوائزه وعطاياه السريعة ومنحه وهباته جل جلاله أكرم الأكرمين، والتعامل معه ربح مباشرة، تأتيك عطايا ربك جل جلاله. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الأرض كلها مسجد كما في حديث جابر في مسلم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. إذا نزلت السكينة جاءت الطمأنينة فزاد الإيمان. الإيمان يا أخوان مطلوب كل مؤمن. كيف أحير على الدنيا وش أهم شيء عنده؟ الدرهمان. لكن على الآخرة أهم شيء الإيمان. قال الدرهمان تجيب كل شيء، الفلوس هذه تجيب لي كل شيء، أي شيء من أمور الحياة أستطيع التوصل إليه بالمال. طيب، لكن صاحب الآخرة صاحب الدين قال أنا أهم شيء عندي الإيمان، لأن الإيمان يجيب لي كل شيء ويصرف عن كل شر. فإذا زاد الإيمان أقبل على الطاعات والصلوات والبر والصلة والقرآن وهكذا. فمثل هذه المجالس إخواني كل مؤمن يبحث عنها، ليش؟ حتى يزيد عنده الإيمان. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، غشيتهم الرحمة، إذا جاءت الرحمة صرف عذاب. والله ما تدري يا أخي الحبيب، ربما أنك الآن في هذا اللقاء الطيب وفي هذه الجلسة التي يذكر فيها الله جل جلاله صرف عنك عذاب، صرف عنك مصيبة أو حادث أو مرض أو دين أو سجن أو ما شبه ذلك. حدثني أحد طلبة العلم من خواص طلبة الشيخ ابن عثيمين، حدثني أنا شخصيا، يقول فيه شباب أصحاب خير وأصحاب دين وأصحاب خير وعلم لهم مجلس بعد كل صلاة فجر يجتمعون فيذكرون الله جل جلاله. فيوم من الأيام مقبلين على بيت حتى الشباب، مقبلين مجتمعين عند الباب حتى يستأذنوا لي يؤذن لهم فيدخلوا حتى يذكروا الله تعالى في بيت صاحبنا هذا. يقول يوم مر من عندهم شاب شكله كل الليلة المسكين دوران وهم وتكاك قلق ضيقة والصلاة لك عالية، هم تضايق وجهه، ها مهموم وحالته كدر، يبحث عن أي شيء يوسع صدره والحالة والمسكين. يوم شاف المجتمعين عند الباب ولا ابتسامات ولا وجه طيبة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر من عندهم وفتح الدريش وقال السلام عليكم، ولا عاد ما شاء الله على الخير، مبارك عليكم السلام وابتسام وضحك، تفضل تفضل تفضل، ولا عاد هو اول سومه دور احد بس يعطيه وجه.
على طول لبي بدخل معهم واذكروا الله مجدوا رب العالمين. بعد هذه الجلسة اليسيرة استانس، قالوا والله اللي استانست ارتحت صراحة. إذا عندكم مثل هالمجالس هذه واللقاءات الطيبة تكفون يا أخواني، هذا رقمي، هذا رقمي، إذا حصل عندكم مجالس دقوا عليه. قالوا سلم وعطهم رقمه ويسلم عليه ويمشي. هم جالسين بالجلسة، هم جالسين بالمجلس الآن، ما دريوا إلا صوت الفرامل والحادث، طلعوا بسرعة يشوفون وش الصوت. أثر صاحبنا ذا مسكين جايين واحد مسرع وصادم، ولو بالأرض منسدح والدمان والوجه. شو لما هو مسكين تأثر جدا كأنه الآن في ساعة الاحتضار. قالوا يا أخي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ما هو بلمهم الرجال يناظر بس له ويقول كذا بيده لا إله إلا الله يا ربي، كل هذا لي بمجلس واحد، يا ربي كل هذا لي بمجلس واحد. تطلع روحه رحمه الله. ما تدري، ما تدري يا أخي الحبيب، ربما كما سمعنا يصرف عنك بلى أو يقبلك الله تعالى بأي عمل، لأنه جل جلاله شكور. قال وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الجلسة يا إخوان هي حياة قلوبنا، نحن نبحث عن حياة قلوبنا، الحياة الحقيقية، الطمأنينة، الأنس، السرور، الانشراح، هو والله ذكر الله تعالى وما ولا. هذه حياة المؤمنين، يبحثون عن حياة قلوبهم، لأن الآدمي إخواني وأحبابي عبارة عن جسد وروح. أنت عبارة عن جسد وروح. الجسد مخلوق من تراب، كلنا لآدم وآدم من تراب. فلما كان هذا الجسم أرضيا كان الغذاء أرضي، مأكلك ومشربك وملبسك من مركبات الأرض. لكن روحك هذه سماوية، روحك هذه من أمر الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. فإذا كانت الروح من أمر ربي لابد أن نغذيها بأمر ربي جل جلاله. فإذا كانت الروح سماوية لابد أن نغذيها بالأشياء السماوية. طيب وش الأشياء السماوية؟ قال كل عمل يحبه الله جل جلاله من قول وفعل واعتقاد يصب على هذه الروح وعلى هذه النفس وعلى هذا القلب الانشراح والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما تطمئن القلوب إلا بذكر على مضيوب جل جلاله. نعم إخواني، لذلك الآن شف الغذاء للإنسان، الغذاء حسي ومعنوي، نوعان حسي ومعنوي. الحسي أكل شرب نفس. طيب المعنوي قال كل عمل كما تقدم يحبه الله تعالى. لذلك انظر نفسيتك قبل الصلاة وبعد الصلاة، قبل الذكر وبعد، قبل قراءة القرآن وبعد، قبل الصدقة وبعدها، قبل الحج والعمرة مع ما فيهما من العناء والتعب والمشقة، وبعده قبل الصوم ومع ما فيه من العطش والجوع، وبعده. قال عليه الصلاة والسلام للصائم عند فطره فرحتان، فرحان بإيش؟ فرحان بالغذاء الحقيقي اللي دخل على قلبه وعلى نفسه وعلى روحه فوجد الانشراح والطمأنينة. هكذا إخواني بمثل هذه اللقاءات يا إخواني يعطينا ربنا من كرمه وجوده. أمر آخر، الآن أنت جالس في الأرض تذكر الله جل جلاله ويذكرك في السماء. والله يا إخوان مجالس الخير ومجالس الذكر لها شعاع في الأرض، مثل ما أننا نرى الكواكب في السماء لها شعاع، الملائكة ترى مجالس الذكر في الأرض لها شعاع تبحث عنها وتأتي إليها. ثم أيضا يا إخواني مباشرة تنقلب البقعة، اللي الجغرافيا يتغير علشانك حبيبي، بقعة تجلس فيها تذكر الله جل جلاله مباشرة تكون روضة من رياض الجنة. قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. والله يا إخواني مباشرة أيضا الله جل جلاله وأنت جالس تذكره في الأرض، الله جل جلاله يباهي بك الملائكة الكرام. وزيادة على ذلك أخي المسلم، هذه اللقاءات الطيبة وهذه المجامع المباركة ربنا جل جلاله يبدل سيئاتهم حسنات،
فخير وكرم يا اخوان، ابحث عنها ابحث عنها. الله جل جلاله لما كانت مجالس الخير والبركه ومجالس الذكر فيها خير عظيم، الله جل جلاله يامر نبيه محمد عليه الصلاه والسلام وهو هو ان يبحث عنها وان يسابق وان يسارع اليها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي صباح مساء صباح مساء. يا اخواني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيانه، نعم، لكن الاجتماع على الذكر اعظم. اجتماع ثم استماع ثم انتفاع ثم اتباع ثم اندفاع الى الخيرات والبركات والطاعات. هكذا يا اخواني، لذلك هذه المجالس المباركات ما يبغيها الشيطان، ما يواطنها الشيطان. ليش؟ لانها كما تعلمون تدلك على الخير، تحذرك عن الشر وتحفظك. لما تجلس هذه المجالس وتجلس حولك الملائكه في حصانه، حصانه ما يقربك الشيطان ولا يقرب مكانك. أن الشيطان في مجالس الذكر أذل وأحقر وأضعف من الذباب، لكن في مجالس الغفلة أقوى من الأسد. فيا إخواني وأحبابي، أريد أنا أن أوصل لك رسالة خاصة. أنت شيء تفكر في أصلك، تفكر في خلقتك، تفكر في مكانتك عند الله جل جلاله. الله يا إخواني خلق الآدمي بيده، الله خلق الآدمي بيده يا إخواني، خلقه جل جلاله بيده، نفخ فيه من روحه. أنت مخلوق بيد الله، نفخت الله جل جلاله فيك من روحه. الله جل جلاله خلق هذا الآدمي على صورته، أسجد له الملائكة. هذا الآدمي يا إخواني خلقت الجنة من أجل المؤمن من بني آدم. يعني أنت لما تكون مؤمن الجنة خلقت لك، بل الأصل أنك أنت في الجنة. لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام من آخر المخلوقات، خلق قبل آدم العرش والكرسي واللوح والقلم والسماوات والأرض والجنة والنار فلما خلق الآدم، خلق آدم حسده الشيطان. وزيادة على ذلك، الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة كلهم أن يسجدوا لآدم، فسجدوا، لأن الملائكة ما عندهم إلا طاعة، امتثال سريع بدون تردد. لكن الشيطان ما سجد. من قوة الموقف الله سبحانه وتعالى خاطب الشيطان مباشرة: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ فالله خاطبه وعاتبه مباشرة، قال أنا خير منه. ثم الله جل جلاله طرد هذا الشيطان ولعنه وأبعده عن ملكوت السماوات. فلما حصل ما حصل أراد أن ينتقم مباشرة. لما الله سبحانه وتعالى طرده ماذا قال؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان الآن استعد، تقوى، أراد أن ينتقم من آدم ومن ذريته. ولا تقولي والله الشيطان ما لا يهمك الشيطان، صح لا يهمك، بس ترى عدو يراك ولا تراه، عدو يجري منك مجرى الدم، لابد انك تاخذ الحيطه منه، تاخذ حذرك منه. نعم، يهجم على الالف ولا ينجو منه الا واحد، 999 ياسرهم الى جهنم. مساله خطيره جدا، المساله خطيره جدا. والشيطان لما عرف ان سعاده الادمي وفوز الآدمي وفلاح الآدمي بسلوك الصراط المستقيم، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لذلك احنا في كل صلاة ايش نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. هو قال لا، بقعد لهم هذا الصراط وصدهم عن هذا الصراط. فناخذ الحيطة من الشيطان. الشيطان يا اخوان سوى مقالب. أعظم مصيبة بالعالم، أكبر مصيبة بالعالم، لا ولن يأتي أكبر منها، هذه النكبة، خروج آدم من الجنة. فالله سبحانه وتعالى لما برد
أن الشيطان أدخل آدم الجنة، فزاد من حين عن حاسد ولعت معه ودخل الجنة بعد. شو بيسوي؟ قال ما لي إلا أجيب صورة، ها صورة صديق وناصح، ما أقدر عليه لأني لازم أسوي مقلب. فالعدو عدوك هذا لو كان ظاهره حلو، ظاهره شكله ها صديق، كلمات معسولة لكن يحمل العداوة والحقد والبغض. فجاء بصفة صديق، صفة ناصح، صفة جاء يبي هني آدم في الجنة وما فيها من الأشجار والأنهار والحور والقصور، ويهني زوجته. قال صراحة بس خايف من شيء واحد، خايف عليكم من شيء واحد. قال وشو؟ قال خايف يوم من الأيام تطلعون برا. قال لكم اطلعوا من هذه الجنة، أن تضمن أنك تبقى دائم في الجنة؟ قال ما عندي ضمان. قال عندي لك راي، لو تأكل من الشجرة هذه راح تبقى دائم. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الكلام قوي وغراء، لكن من اللي تكلم به؟ يتكلم بواحد شبهه. لو بخير ابليس كان سجد مع الاستذكار. قال مستحيل، معصية الله قوية، مستحيل أعصي الله، الله نهان عن أكل الشجرة. قال كيفك؟ أنا أعطيتك رأي. راح بعد فترة جاب، ما زال ها بصورة صديق وصورة ناصح. قال طيب يا آدم وأنت يا حواء، إيش رأيكم بأشكال الملائكة هذه؟ أشكال الملائكة في الجنة يطيرون، روحانيين نورانيين، إيش رأيكم فيها؟ تحبون تصيرون ملائكة زيهم؟ هو شيء طيب. قال لو تأكلون من الشجرة راح تصيرون ملائكة. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ما زال في تردد، صعب معصية الله، صعبة. لذلك الآن الشيطان يجيك يفتح لك معاصي، يفتح لك ويزين لك ويعطيك بصورة ها بصورة ناصح، ويزين لك المعصية ويهول لك المعصية، وإذا دعاك إلى معصية يفتح لك باب كبير من أبواب الرجاء. أنت ما دريت أن الله غفور رحيم، ما دريت أن الله قبل توبة اللي قتل 100 نفس؟ تبين أعلمك بربك أنت؟ ما فهمت أنت إلى الحين؟ الله أرحم الراحمين، أرحم بك من أمك. هذه معصية ذنبين هذه، شوفك الحين كل صلاة تقول رب اغفر لي، وش رب اغفر لي عن ايش؟ حط هذا مع الذنوب اللي تقول رب اغفر لي عنها، فيفتح لك باب كبير من ابواب الرجاء حتى تذنب. فاذا وقعت بالذنب سكر باب الرجاء وفتح لك باب الخوف. قال اصلا الله ما يبيك، لا والله يبيك سن حفظك عن المعصية، ايس انه يرحمك ويغفر لك. كفو جنة انت، كفو فردوس الاعلى، تبي الله يرحمك خلاص. انت من يوم اذنبت ترى ساقط من عين الله، ما لك جنه ولا لك رحمه. طيب ايش اسوي انا؟ قال اقلب النتيجه، اذا دعنا معصيه وش اقول؟ اني اخاف الله. طيب واذا حصل مني معصيه؟ شكر الله اذنبت. قال افتح باب الرجاء وقول يا ارحم الراحمين. فالشيطان يا اخواني، الشيطان ما ييأس ولا يمل. فاتى في النهاية قال شوف يا آدم وشوف يا حواء، اسمعوني أنا بعطيكم آخر نصيحة. شوف تعرفون الله؟ والله 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 إني لكم ناصح. كولوا من الشجرة ذي، وبعدين ما أقول لك الآن سووا إزعاج ولا كسر الأشجار ولا شوه منظر أو صورة الجنة، لا 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 لا، بس ذق من الشجرة واقي، بس ذق سر هذه الشجرة. ما تدري أنت، أنا أبخص منك، أكبر منك بيوم، أعلم منك بسنة، ذيك ذواقي بس، شوف إيش يصير. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة ذاقة بس ذواقي، لأن الجنة ما فيها معاصي، ممنوع المخالفات، ممنوع المعاصي، ممنوع الذنوب. فلما
حصلت هذه المعصية وش سوى؟ أول ما تبرى منهم ثيابهم وملابسهم صاروا عراة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. شو الدعوة؟ وش السالفة؟ السالفة ما في الجنة حرام المعاصي مباشرة. فلما حصلت المعصية أخرج آدم من الجنة وأخرجت معه زوجته. سبحان الله، ليش قال الجنة ما فيها معاصي؟ ومن عظم هذا الذنب الله من فوق السماء ومن فوق عرش ناداهم: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لذلك يا أخوان تخيلوا بالجنة في القصور والحور والأشجار والأنهار، يوم فتحوا وغمضوا ولا بالهند. أول ما سقط آدم بالهند، والله يا فرق بين جنة أرض والسماوات والأرض، يوم دري ولا بكير. لا، عند الحور والقصور فتحوا وغمضوا، ولا عند العقارب والخنازير والبرود. ومصيبة، شوف الحين اللي يسوي خطأ ومخالفة وش يودى؟ اللي يسوي غلط وين يودي؟ يودي للسجن. آدم لما حصل منه الغلط وداه الله، نقله الله للسجن، قال والدنيا سجن المؤمن. وليدخل السجن ايش يسوي؟ يصيح يقول يا رب توبة سامحون آخر مرة، والله ما عود له آخر مرة. ويصيح آدم عليه السلام، عمره في الدنيا 1000 عام 300 سنة ويصيح: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تخيل، هو آدم آدم وحواء يصيحون أصياح لين الله قبلهم ورحمهم وتاب عليهم، بعدين رجعهم للجنة. لكن الضحية من هو؟ الضحية أنا وأنت. اللي أكلها علقه أنا وأنت. قال وش أسوي؟ قال حبيبي سوي زي أبوك، صح على الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأسوي زي أبوي علشان أرجع مع أبوي. الأصل وين أن أنت؟ الأصل أنك في الجنة. الدنيا هذه دخيل عليها أنت، مو دارك، مو بيتك، مو حياتك، هذه حياتك في الجنان. لذلك شوف الحيوانات الآن يولد مباشرة ينحر الحليب وينحر الأكل وعليه فروه وعليه سنه طير عليه ريشه، يعني يتأقلم في الأرض مباشرة. لكن الآدمي لا، هذا غير الآدمي، مو هذه داره. دور له ثوب، دور له استر، دور له عمي، هذه داره ذي. ولا يعرف شيء مسكين، ما يعرف شيء. تعال هذا حلو، هذا مر، هذا صديقك، هذا عدوك، حتى انه ما يعرف، حتى ما يعرف ربه. تعال حبيبي وهو صغير، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ مو هذه، مو دارك ذي. دارك الجنة، لازم ترجع لها. فحط عندك برنامج حبيبي، برنامج انا مطرود لازم اعود، انا مطرود من الجنة لازم اعود، برنامج. فما يسوي في الشيطان مقلب زي ما سوى أبوي. أصير حذر. الله جل جلاله لما ذكر الشيطان قال: ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا. ترى حبيبي ضاحك على ناس اسمحوني أعدل منا، وضاحك على ناس أعلم منا، ومعاصر أنبياء ومعاصر صحابة. لقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. واحد لما صار خطر على المجتمع ولا في يسوي مخالفات كل يحذره. في سارق عامل مشهور بالسرقة وياكل على ما قال يسرق الكحل من عينك، تبي تنقل كفالته عندك؟ قال لا، المؤمن يا أخي ما يلدغ من جحر مرتين. خلاص يصير حذر الواحد. وبعض الناس يدري ان الشيطان ضاحكين على ابوه، ضاحكين على القرون السابقه والسالفه،
ولا أخذ حذره إلى الآن. في واحد مثلا يضحك على الناس، يضحك على بنات الناس والعياذ بالله، ويحصل منه أغلاط فجور يحصل عنده. يقول واحد، خلونا نطلع من شفرات شوي. يقول واحد من يوم من الأيام، الله يرحمنا وإياكم، خطف له شايب، سكت خطف شايب. فمر يبدون الشيبان يتخبرون، ايه انتبه لا تروح لحالك، ترى الدعوة خطر. المهم ذاك الشايب رايح يبي يصلي مع عصا، وله شمس والمسجد بعيد. مر يجي واحد جزاه الله خير على نياته زي سلطان حبيبي، قال يا عم اركب اوديك. قال قديمه، خايف من عاير. رضي الله عنه. فبعض الناس هو مضحوك عليه ومع ذلك يتكرر من الخطا. صلوا على النبي. قهر يا اخواني، والله قهر. الشيطان ضحك علينا ومع ذلك ما في قرار الى الان. قررت انك تخرب مع الشيطان، قررت انك تقطع مع الشيطان، قررت انك تحرق الشيطان وتعاند الشيطان. حقيقة يا اخواني واحبابي، فالمسألة خطيرة، المسألة خطيرة. لذلك يا اخواني تخيلوا، ها، يوم القيامة الله جل جلاله له دار جزاء ودار نكال، دار نعيم ودار عذاب، جنة ونار. الجنة تسع الآدميين لو أطاعوا الله، الله خلق لهم الجنة تسعهم كلهم، لكن بعض الناس مسكين باع الجنة. زي إيش؟ زي واحد مثلا قرية من القرى ولا بلد من البلاد عددهم 100 رجل أو 100 أسرة، جت الحكومة وقطعت عليهم مخطط كامل، كل واحد له أرض، كل واحد له أرض 500 متر. واحد مسكين ما هو براعي بيوت ولا هو براعي، وينك؟ يبي ياكله على مقام عجله، ياكله بجذره على مقام. راح وباع الأرض، ممنوع أحد يبيع على أحد غير أهل البلد. باع الأرض على جاره، جاره كان له 500 متر، الآن كم صار له؟ 1000. طيب وين راح ذا؟ قال طلع برا. فبعض الناس، أنت الآن مضمون لك بيت في الجنة، مضمون ضمان. فبعض الناس يبيع البيت هذا ويروح وين؟ يروح للنار. طيب ومكاني؟ قال يتوسع بأخوه وجاره. بعض الناس يتسع بيته ويتسع ملكه آلاف السنين، آلاف السنين من المسافات. في أثر إسرائيلي أنا ما أشترط صحته، لكن من باب تقريب، يقول إن جبريل عليه السلام طلب من الله أنه يمشي في عرض الجنة، يقطع عرض الجنة، العرض مو الطول، العرض. فمشى 1000 عام، أخذ من الله مده 1000 عام، فلما صار 1000 عام طلب 1000 ثاني، كم صاروا؟ 2000. طار أنت الألف وطلب 1000 ثالث، كم صار؟ 3000. بعد 3000 جبريل، بعد 3000 عرضت له حورية جميلة، فسألها كم بقي على عرض الجنة؟ قالت الآن أنت في ملك واحد بس من المؤمنين، لسه أنت تو في ملك واحد، ملك واحد. طيب يا شيخ جبريل، وش وصف جبريل اللي قطع؟ هذه أنا لا أشترط صحة هذا الأثر، لكن من باب التقريب، الله جل جلاله بين بأن الجنة عرضها السماوات والأرض، طيب طولها؟ لا حد لها يا إخواني، لا حد لها. فالجنة الآن تتسع للمؤمن، فهناك بيت في الجنة وهناك بيت في النار، هذه لمن أطاع وهذه لمن عصى. لذلك إذا دخل المؤمن في القبر يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، المؤمن فيقال انظر هذا باب النار، انظر هذا مكانك لو انك عاصي، لكن الله حماك حطينا بواحد كافر مكانك يهودي ونصراني.
ويفتح له باب الى الجنه فيقول هذا مقعدك، والعكس العكس الفاجر يفتح له باب الى الجنه يقول هذا مكانك لو اطعت الله، لكن شوف هذا مكانك بالنار. لذلك يوم القيامه اذا ادخل الله تعالى المؤمنين في الجنه يبقى في الجنه فضله، يعني يبقى في الجنه زياده. اخواني تخيلوا قصر ما في احد، قصر فيه اشجار وفي ازهار وفي اطيار، في حوريه جالسه تنتظر. تنتظر تنتظر زوجها، قال وين زوجك؟ بالنار، راحوا خلاص راحوا بالنار زوجك. هي المصيبه ذي. فهكذا يا اخواني، فاذا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيفضل في الجنه فيبقى في الجنه فضله، فيخلق الله لا خلق اخر. حط استفهام هذا، لو انت واحد من هؤلاء كان لك بيت، كان لك قصر، كان لك ورحت خربتها مع الله، محرمت من هالبيت. اسمع محرمت من هذا القصر، محرمت من هالحرية. لذلك يا اخواني اقول يا ادمي انت شيء، انت شيء عند الله شيء. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انت عظيم، افضل المخلوقات الادمي ان اطاع الله. لذلك الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول لولده إذا أطعت الله فأنت أفضل من الملائكة، يعني أفضل من جنس الملائكة، لا تحديدا وتخصيصا كجبريل وميكائيل وإسرافيل، أفضل من جنس الملائكة. وإذا عصيت الله فأنت أخس من الشيء من الكلب الأسود البهيم حقيقة يا إخواني. لذلك الآن المؤمن في الجنة يخدم الملائكة، وش معناه؟ يعني بس اضبط مع الله عشرات السنين ان طال العمر ام قصر، فتاتي ملائكه كرام عاشوا الدنيا بكاملها طاعه وتسبيحا فيدخلون عليك في الجنه لخدمتك. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. انت لما تطيع الله سبحانه وتعالى وتكون سائر على الصراط المستقيم ايش يعطيك الله جل جلاله؟ اولا تضمن تحت حزب الله، تحت اولياء الله، احباب الله جل جلاله. بعد ذلك الملائكه من السماوات يدعون لك ويصلون عليك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. ملائكة يسخرهم لك يستغفرون لك أنت. وفي الأرض أيضا الله جل جلاله أوجب وجوب في كل صلاة أن يصلى على كل عبد صالح في الأرض، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لما تصير صالح يسلم عليك كل مصلي ومصلية في الأرض على وجه الأرض، وممن مضوا وممن سيأتون من بعد. لما تكون صالح تسير على الصراط المستقيم تحافظ على دينك، هو من فوق عرشه يحبك ويأمر الملائكة في السماوات تحبك وينزل عليك القبول في الأرض، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه قال قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحب جبريل. ثم يأمر الله عز وجل أهل السماء، جبريل يأمر يقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وزيادة على ذلك تسير معك الملائكة، تمشي معك الملائكة الكرام. والله يا إخوان أنت الآن زائر إخوانك هنا في هذا المجلس الطيب، كل واحد منكم ترى يا أحبابي كل واحد منكم جايب معه مع هالباب هذا 70,000 ملك شيعك في زيارتك لله، 70,000 ملك. كم الملائكة الآن؟ أعدادهم بالملايين، يحبون الخير وأهله. كذلك يا أخواني وأحبابي لما تجلس هذه المجالس تحفك الملائكة، لما تحفك الملائكة تأتيك من طبائع الملائكة. عن عبد الله بن عباس كما في الصحيح قال قال عليه
صلى الله عليه وآله وسلم يدارسه جبريل القرآن كل سنة من رمضان. الشاهد يقول: فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أشد بالخير من الريح المرسلة. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لما يجلس مع جبريل وقتا يحصل عنده اندفاع إلى الخيرات، اندفاع إلى الطاعات عليه الصلاة والسلام. كيف أنت؟ كذلك يا إخواني لما تجلس عندك الملائكة أنت تتطبع بطبائع الملائكة. الآن طير يضع جناحيه على بيضة، البيضة هذه جماد، جناح طير، أو طير يضع جناحيه على بيضة جماد يخرج منها بعد عدة أيام كائن حي. واضح؟ أسألكم بالله أين أفضل، أجنحة الطيور أو أجنحة الملائكة الكرام؟ أجنحة الملائكة. أنت تضع قلبك تحت أجنحة الملائكة في هذه المجالس الطيبة صباح مساء صباح مساء صباح مساء، قلبك هذا يتغير ويتأثر، بدل ما كان قاسي يكون لين، بدل ما كان بعيد يكون قريب، بدل ما كان غافل يكون ذاكر، بدل ما كان أعمى وميت يكون حيا. كذلك أيضا تأخذ من طبائع الملائكة الكرام، تأخذ من صفاتهم. أعظم صفات وأعظم خلق للملائكة عليهم الصلاة والسلام: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تخيل أنك تصير مثل هؤلاء، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وزيادة على هذا، الملائكة عليهم الصلاة والسلام من قوة طاعتهم مسابقتي من الخيرات استغنوا عن الأكل والشرب والنوم، استغنوا عن الأكل والشرب والنوم، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، وحياتهم كلها تسبيح. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون يعني لا ينقطعون. فالذين عند ربك يسبحون فلما تأتي حولك الملائكة خلاص تتغير وتتأثر. ولما تعيش معك الملائكة وتشوفك في صباحك في مسائك في المساجد مجالس الذكر الحلق مجامع الخير زيارات الإيمانية تشيع الجنائز، تكون أنت ولي من أوليائه صاحب من أصحابه خلاص. ولما تكون ولي من أوليائهم خلاص يمشون معك. والله يا أخوان ربما يصرف عنك مصيبة أو حادثة أو كارثة بسبب قرب ودعاء الملائكة لك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. وتكون أنت معروف عندهم، فلما تكون معروف أنت عندهم في هذه الأماكن الطيبة تحتاجهم، ربما تأتيك مصيبة أو كارثة كما حصل ليونس عليه الصلاة والسلام نبي الله. أمس ذات ليلة في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة المحيط البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما قال هذه الكلمات خرجت من أعماق قلب موحد مكروب مهموم مغموم، سمع لها قعقعة في السماوات. قالت الملائكة: يا ربنا هذا صوت معروف من عبد معروف لكن في مكان منكر، من يعرف مكانه؟ الله. شفت؟ لكن حبيبي لما الإنسان يصير مسكين ما فتح حساب بسمة، كيف زي فرعون ما يعرف بسمة، لا له عمل صالح يرفع ولا له الطاعة ولا فتح مفتاح السري أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حسب الأنبياء، ما يرفع له عمل. الآن احنا في هذه المجالس الطيبة وقبل ذلك صلينا العشاء، كل عمل صلاتك العشاء قبل قليل رفعت إلى السماء. إليه يصعد الكلم الطيب
رابع في السماء، فتكون أنت معروف في السماء. فهنا الملائكة قالت يا ربنا صوت معروف من عبد معروف، لكن في مكان منكر. لكن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بي بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن الآن يا ضايع، وينكم تقول أن ربكم الأعلى؟ نسيتم تقول ما علمت لكم من إله غيري. وينكم تقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وينكم تقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الآن فقد عصيت قبل، لكن يونس الله قال عنه فلولا أنه كان من المسبحين، عنده رصيد. فأنت لما تجلس هذه المجالس وتعيش هذه الأجواء وتصاحب هذه الوجوه الطيبة تكون معروف عند الملائكة، ولما تكون معروف عند الملائكة تبقى معك الملائكة في الدنيا حتى آخر لحظة من لحظات حياتك في ساعة الموت وساعة الاحتضار وساعة السكرات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل الملائكة هنا لأربع أمور. الأمر الأول للتثبيت، يثبتون على الإيمان حتى ما يرتد. الأمر الثاني تبشير، يبشرونه برحمة الله والجنة. الأمر الثالث يحفظونه من الشيطان حتى لا يتخبطه عند الموت. الأمر الرابع للوداع، مثل ما عاشوا في معه في الدنيا في الصلوات والطاعات الآن يودعونه، يودعون روح مؤمنة. لكن هذا الوداع نهائي، لا، هنا وداع عند الموت، ويوم القيامة في استقبال، استقبال بحفاوة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. كنا معكم في مجالس الذكر، كنا معكم في المساجد، كنا معكم في الزيارات في الحياة الدنيا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متى في الآخرة؟ يوم القيامة، الله يرحمنا وإياكم رحمته. يوم خوف، يوم فزع، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم فزع، يوم خوف. تخيل الفاجر إذا حكم عليه بالعذاب خلاص يبدأ بس يبيع الدنيا ومن فيها. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، ولو كان من ذهب زيادة على هذا يعرض. خذوا عيالي فكوني، قالوا لا. طيب خذوا زوجتي، صح غالي علي لكن خذوها وفكوا راسي، قالوا لا. طيب خذوا أمي، خذوا أبوي، أبغى النجاة، لا ما نقبل. طيب خذوا الآدميين كلهم جميعا، من قيل هذا آدمي خذوه، خذوا الأرض ومن فيها. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا ما نبي إلا راسك وحلقك، الله لا يجعله إياكم من الأشقياء. إذن إخواني وأحبابي، هذا اليوم العصيب ليس كل الناس في خوف وفزع، لا، في ناس آمنون، في ناس في أمان، الله يجعلنا وإياكم منهم. لا يحزنهم الفزع الأكبر، هؤلاء المؤمنون، وتتلقاهم الملائكة، شوف هؤلاء الملائكة اللي ودعوا عند الموت الآن جو، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
وينتهي الأمر، لا، يمشون مع المؤمن في عرصات وشدائد القيامة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المؤمن معه وفود أمامه وخلفه ويمينه وشماله وفوقه، وينتهي الأمر، لا، بل حتى لو دخل المؤمن جنة، أسأل الله يجعله وياكم والدين منه، تدخل معك الملائكة. ليش؟ قال للختمة. والله قمة الخجل، قمة الخجل. ملائكة عاشوا الدنيا كلها طاعة وتسبيح وتمجيد وتعظيم للرب جل جلاله، ثم تأتي أن تعيش هذا العمر القصير في طاعة الله وتثبت على ذلك وتموت عليه، ثم تدخل الجنة فتأتي هؤلاء الملائكة لخدمتك، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن حبيبي، المطلوب بس شيء واحد، تبي الجنة، تبي رحمة الله، تبي النجاة من النار، بس شيء واحد، صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى مصائب الحياة، حتى ترجع لوين؟ ترجع لدارك الحقيقية، مع من؟ مع أبوك. تثبت على الدين، تستغفر ذنبك، ترجع لربك، تنقل مع أبوك آدم، تخرب مع الله، تروح مع الشيطان. اللي يقول أبي أروح مع أبوي يرضى إيده، اللي يروح مع آدم مع أبوه يبي يروح لداره الحقيقية يرضى إيده. زين، كلنا بنروح مع أبونا، يعني ما في واحد يروح مع الشيطان. طيب خربة مع الشيطان، اقطع مع الشيطان، تدري أنت في شيء عندك يرقص عليها الشيطان هالحين حبيبي لله، وانت بدأ جالس، وانت جالس هنا في هذا المكان، والله تستطيع ترتفع درجات، ترتفع درجات إلى الله بالتوبة والتخلي. وانت بدأ ذاك الذنب والمعصية خلاص تركته لله جل جلاله، الله يا رب، وانت بدأ حق سولف مع الله، قل يا رب خلاص بترك كذا وبترك كذا وبترك كذا لك، والله ما اروح مع الشيطان، والله لا يخسى ابليس يضحك علي، سوي بمقلب زي ابوي خسى، برجع مع ابوي الحقيق، الدار الحقيقية الجنة، انا مطرود لازم اعود. كلكم حطوا عندكم برنامج شعار، انا مطرود لازم اعود الى الجنة، فإن شاء الله مستعدين يا إخوان. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. يا رب، في هذا اللقاء الطيب وهذا اللقاء المبارك اجتمعنا فيه على حبك وعلى توحيدك وعلى ذكرك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن لا تفرق هذا الجمع الطيب إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.